اهلا وسهلا، انا كوتش مينا روبرت. Welcome to Master Yourself. النهارده نتكلم عن اوعى تغير رايك عن حاجه انت بتحبها عشان ست او اي حد. تخيل مثلا انت بتتمشى مع الشارع في الشارع مع صاحبتك او اختك او مراتك، ومثلا بصيت كده ولقيت بدله لونها ازرق، قلت الله حلوه قوي البدله لونها ازرق دي. فصاحبتك او اختك او مراتك بتقول لك لا بس انا ما بحبش البدله الزرقاء، انا بحبها سودا. ففي رجاله كتيره قوي قوي ممكن يغيروا رايهم، يقولوا اوه تصدقي انا كمان لما فكرت فيها انا ما بحبش البدله الزرقاء، بحب البدله السوداء. فده يبين ضعف كبير قوي بالنسبه للراجل، انت دايما بتحاول ترضي الست بتاعتك، وانت تحاول ترضي الست بتاعتك دي حاجه مش حلوه. في فرق ما بين انت ترضيها وان انت تخليها انتوا الاثنين مبسوطين، انتوا الاثنين مبسوطين مع بعض. ان انت تحاول ترضي حد ده معناه ان انت اي حاجه انت حتى مش عاوزها بتعملها عشان حد بني ادم ده، وده مش حب، ده اسمه تضحيه. في حاجات ممكن نضحي بيها، حاجات يعني مثلا مثلا دلوقتي انا مراتي مثلا نفسها ان هي تروح تعمل حاجه، وانا مثلا مش عاوز اروح اعمل حاجه دي، فايش انا ممكن اروح اعمل معاها الحاجه دي، وهي بعد كده ممكن تيجي تعمل معايا الحاجه ديت عادي. لكن ان انت تضحي بحاجه انت معجب بيها او حاجه انت بتحبها او حاجه انت شايفها صح او حاجه انت مقتنع بيها جدا عشان ايا كان بنت او راجل، فدي حاجه ضعيفه جدا وبتبين ضعف. ف قبل كده كان عندي واحد صاحبي كان عنده بغبغان، فهو قبل كده هو متجوز، فهو قبل كده لما جيت مراته كانت تقول له بقول لك ما تيجي نمشي البغبغان ده، فقال لي قلت له اصل انا بيجي لي صداع ومش عارف ايه وكده. فهو سكت كده وبعد كده قال له طيب ماشي حاضر وكده انا همشي. وشويه ويومين كده ولا حاجه جه قعد معايا في حته وجي قعد يقول لي مين انا همشي البغبغان بتاعي عشان مراتي قالت لي مشي وكده. فبقول له انت هتمشي ليه؟ قال لي عشان قالت لي كده وخلاص. قلت له طب يعني انت مش معجب بيه؟ انت مش بتحب البغبغان ده؟ قال لي بحبه جدا، ده يعني معايا من وانا صغير وحاجات كتير قوي. قلت له يبقى انت عمرك ليه تمشيه؟ ليه؟ انت مش بتحبه؟ قال لي قلت له خلاص ما تمشيهوش، انت عارف انت لو مشيته ايه اللي هيحصل؟ فقال لي قلت له انت لو مشيته هتيجي هي تختبرك اكتر، وتيجي تحاول ان هي تخليك تغير من طريقه حاجه انت مثلا مهتم بيها قوي او بتحبها، او هتخليك تمشي حاجه انت بتحبها زي كانت موتوسيكل عربيه ايا كان، وهتفضل تعمل كده لحد ما تكتشف ان انت برضو مهما ان هي حاولت تغير فيك انت هتوافق وهتشيل الحاجه اللي انت بتحبها عشانها هي. فده مش هيهدى، ده هيخليها في الاخر ان هي برضو تبقى تخش ان هي تبقى بترخم عليك اكتر، وما تبقاش في طبيعتها البنوته، لان هي شايفه ان انت ما عندكش ثقه بنفسك ان انت تقف للحاجه اللي انت بتحبها وتقول لا انا ما ينفعش امشيها عشان دي حاجه انا بحبها وباثق فيها وان انا شايفها صح وان هي حته مني انا. فلو انت فضلت لو انت مشيت البغبغان هتمشي لك حاجات تانية، وهتقول لك لا مشي ده ونمشي ده ونمشي ده، وطبعا عشان انت مشيت الاولاني فهتمشي الباقي طبيعي. فلو انت عملت كده الموضوع هيبقى اسوأ بالنسبه لك. فقال لي طب انا اعمل ايه؟ قلت له لما تروح البيت قول انا قعدت افكر في الحوار وشفت ان البغبغان ده ما ينفعش امشيه لان هو بقاله كتير معايا وانا بحبه جدا. وهتكتشف ان هي ممكن تكون متضايقه منك يوم ولا اتنين ولا حاجه، بس هترجع بنوته اكتر، ترجع لطبيعتها الانوثيه ان هي بتحبك اكتر من الاول وبتلمسك اكتر من الاول، بتقول لك انا بحبك وتكلمك، ولما تيجي تتفرج على التلفزيون وتتفرج على البطل في الفيلم هتفكر فيك وده يخليها تحبك اكتر. عشان بالنسبه للبنت اهم حاجه بالنسبه للبنت للولد او الراجل بتاعها هو الثقه في النفس، ان هو يقدر يقول لها لا مش في كل حاجه بس على الحاجات اللي هو بيحبها وبيحترمها وبيثق فيها، وان هو شايف ان هي حته منه ما ينفعش يمشيها. ما ينفعش مثلا البنت تيجي تقول لي مثلا مين بطل تشتغل الشغل انت بتشتغله، ما ينفعش لان دي حته مني انا طز في البنت، مهم الشغل بتاعي، مهم اللي انا مهتم بيه، مهم اللي انا برعاه، مهم اللي انا مفكر ان هو صح وبمشي حواليه، ان انا ما ينفعش اسيبه لان ده شغلتي، دي الحاجه اللي انا بحبها في حياتي. لو انا مشيت حته مني يبقى انا مش هبقى مينا. فانا فهمته حاجه زي كده، وفعلا لما راح قال لها الكلام ده وفضلت متضايق مني يومين، بس بعد كده بيجي قال لي مينا انا عمري ما شفتها بقالي كتير قوي ما شفتهاش بتبقى بنوته كده وتبقى بتحبني قوي بالطريقه دي. قال لي بجد انا حسيت بطريقه مختلفه خالص، هي اتضايقت مني عشان انا ما يعني ما كنتش قد كلمتي بالظبط، قلت لها انا همشيه في الاخر ما مشيتوش. يعني مثلا ممكن تبقى ست مثلا تيجي تقول لك ارمي الزباله فتقول لها حاضر، ويقعد يمين مثلا ما ترميش الزباله، وبعد ما تيجي تتخانق معاك انت ليه ما رميتش الزباله وتروح ترمي الزباله وتبقى لسه متضايقه منك.
هي متضايقه منك مش عشان انت متضايقه منك عشان انت وعدتها ان انت ترمي الزباله بس ما رميتهاش، لازم هي كانت تفكرك، فده يبين ان انت مش قد كلمتك، فهنا هي تبدا تشك فيك ان انت مش في طبيعتك الرجوليه اللي هي قد كلمتك بالظبط، واي حاجه انت بتقولها اللي هتعملها فعلا. فلو في اي حد في الدنيا حاول ان انت يخليك تغير في فكره انت مقتنع بيها بجد، اذا كنت حاجه بتحبها، حاجه انت زي شغلك، حاجه انت حيوانك، بتحب لون معين، والحاجات اذا كانت صغيره او كبيره بس تكون صح. يعني ما تقولش مثلا مراتك مثلا عاوزه تخليك مثلا تبطل سجاير وتقول لها لا انا بحب السجاير، وتقول نكمل على السجاير. نتكلم على الحاجات اللي ما بتاذيش نفسك وما بتاذيش اللي حواليك، حاجه انت بتحبها وبتكبرك او حته منك انت. اتمنى يبقى عجبك الفيديو، لو نفسك اعمل لك فيديو زي ده من فضلك ابعت لي ايميل على contactmasterreset@gmail.com وقول لي ايه مشكلتك، اذا كان في علاقاتك مع حياتك الشخصيه، في شغلك او صحتك. Thank you so much for watching and don't forget to become the master.